لو الحكاية فيها إن فيجو قالوا لي ده جارك وعلاقتك بيه كويسة وكل ما بتشوفيه بيسلم. انت عارفة ده ممكن يكون هينتخب مين؟ عادي جدا البي ام بي اللي هم البريتش ناشونال بارتي اللي هم ضد المهاجرين اللي هم عايزين كل اللي زي يمشوا وعنصريين جدا و فقالت لي هو ممكن يبقى هينتخب دول وعادي يعني ما عندوش مشكله ان هو شخصيه معاكي يعني هو ممكن يكون بيشوفك وبيسلم عليك وكده بس ما يقدرش يقولك انه هيصوت للبي ام بي. مش بيسالك هتصوت للبي ام بي غير السؤال اللي بتسال اي ضيف عندك رايك في الوضع الاساسي اللي بتسال عليه ولكن ليه ترشيح تاسيس ما لكش هتصوت للبي ام بي او غيره. مش مسألني بصوت لمين. رأيي في ترشيح السيسي ان هو قرار صعب يعني هو نفسه اكيد المشير السيسي مستصعبه يعني فيها مشاكل كتيرة جدا ولأ فيها مشاكل كتيرة جدا فواضح ان هو الافضل انه يترشح ولا لأ. لا هو طبعا احنا عارفين كلنا ان هو هيترشح يعني ده شيء بحكم اللي حاصل يعني يقيني ده شيء يقيني يعني احنا بنستنى في التوقيت يعني احنا حتى في التلفزيون بطلنا يعني نسال ولا لا احنا بنسال امتى يعني ما خلاص مش ايه بنتكلم في وين مش حلو مره يحصل لك تشفع الجوز زي مثلا بس والله حركه باسم يوسف دي كانت سيئه جدا بتاعت التشويش واحنا كلنا نقلنا على دويتش فيلا على طول وانا حتى كتبت حافظ الله الاعلام الالماني لان احنا كلنا رحنا له ودورنا عليه ما كنتش بتفرج على دويتش فيلا دي اصلا بتابع باسم بالتظاهر بتابع برنامج باسم برنامج جميل بصراحه جدا التوجه بتاعك لاعتراف باسم وكان عربيه بالظبط في مصر وينتقد في المصير وينتقد في الجيش بلدي وينتقد كان ده شغل برنامج تطهير مفيش اي مشاكل خالص منه مش علاقه بالرد السياسي ده لا خالص مش شايفه ان في اي مشاكل بالعكس شايفه ان دي حاجه يعني الواحد كده بيبقى رافع راسه وهو عنده برنامج زي باسم يوسف يعني دي مش موجود في العالم العربي خالص هذا القدر من الجرأه والذكاء والجانر ده كله اللي اسمه بارودي او ساتاير او كده مش موجود عندنا احنا في العالم العربي الا في مصر فده انا احافظ عليه واتمسك بيه وما اشوش عليه ابدا وده غلط يا جماعه لو سمعنا حركه مشوت يعني الناس كلها يعني حتى اللي ما اتفرجش عليه استفز بيدور عليه يعني في فيه كلام تاني الكونسي اللي عملت كده لان صراحه مثلا الصوره دي كان حسن حامد نفى والاعلانات مش فيها تشويش يعني الاعلانات ما كانش فيها تشويش فبيقول لك لا لو بناء سد مشوش مشوش على الوقت كله التشويش ده من اي بي سي حرق مفتاح من فين والله ما اعرفش طب يعملوا بقى تحقيق ويردوا بشكل يحرج ال هو صوره دي كان بيوصل للتحقيق لازم يبين مين اللي عمل لا ده لازم جدا ومش شايفه اساسا مش شايفه ليه باسم ما استمرش في سي بي سي يعني مش شايفه اي مشكله في برنامج باسم يوسف تخليه يضطر ان هو يروح لام بي سي هي القناه هي اللي ما انا مش مقتنعه بده سي بي سي خسر باسم يوسف اكيد طبعا اكيد يا سلام اهلا وسهلا بيه طبعا يا سلام اول كلمه البيتو موقع متميز بصراحه فرض نفسه وبدعو كل الناس يعملوا لايك لصفحه بيتو على الفيسبوك على المجاني على المجاني